أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة الفلسطينية. صحيفة القدس كتبت على رأس صفحتها الأولى: نتنياهو يدعي الشروط الفلسطينية تجعل العودة للمفاوضات مستحيلة، واليمين الإسرائيلي يشن حملة تحريض ضد البناء الفلسطيني في منطقة جيم. وفي الصحيفة نقرأ أيضا: خبير في الأمم المتحدة يدعو إلى التحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وأمير قطر قد يتنحى لصالح ولي عهده، وتوقعات بأن يغادر رئيس الوزراء منصبه أيضا. صحيفة الحياة الجديدة أبرزت عدة عناوين على صفحتها الرئيسية: الرئيس: إسرائيل تحاول تقليص صلاحيات شعبنا إلى حدها الأدنى، والمنتجات الزراعية الفلسطينية إحدى إبداعات شعبنا في مقاومته الشعبية. وفي عنوان آخر: 5 أسرى إداريين يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام، ولجنة وزارية إسرائيلية تصادق على قانون يشرعن الاعتقال الإداري. وفي الصحيفة أيضا: كيري يؤجل زيارته والرئاسة تنتظر تحديد موعدها. ختام مطالعة الصحافة المحلية من صحيفة الأيام التي عرمنت صفحتها الأولى: نتنياهو سنواصل البناء في القدس، وواشنطن لم تطالبنا بالوقف. الشروط الفلسطينية لاستئناف المفاوضات لا يمكن تجاوزها. ونقرأ في الأيام أيضا: الرئيس يشيد بالمنتجات الزراعية الفلسطينية ويعتبرها أحد إبداعات شعبنا في مقاومته الشعبية. وفي الشأن السوري كتبت الصحيفة: مسؤول أمريكي: واشنطن تدرس تسليح المعارضة السورية. في الصحافة الإسرائيلية نقرأ أبرز العناوين من صحيفة هارتس: نتنياهو: الحدود الإسرائيلية مع سوريا حساسة ومتفجرة بشكل خاص. وفي عنوان آخر: إسرائيل باعت تجهيزات عسكرية لباكستان ومصر والجزائر والمغرب والإمارات. ونطالع في الصحيفة أيضا: نتنياهو: سنبني في الضفة، ولكن يجب أن نكون عقلاء وليس عادلون فقط. ووزارة الداخلية الإسرائيلية تتخلى عن فحص الحمض النووي للإسرائيليين المقيمين في غزة. إلى الصحافة الدولية، ونقرأ من صحيفة الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل مستعدة لمناقشة الوجود الروسي في الجولان، والسعودية تستنكر التدخل السافر لحزب الله في سوريا، والإدارة الأمريكية تقترب من تسليح المعارضة السورية. ونقرأ في الصحيفة أيضا: محكمة مبارك تقرر إخلاء سبيل جمال وعلاء وتضيف أحرازا جديدة للقضية، والمرشحون الإيرانيون يجمعون على التشدد حول الملف النووي. الختام من صحيفة الحياة اللندنية التي عنونت صفحتها الرئيسية تقول: لبنان يطلب من إيران ممارسة نفوذها لسحب حزب الله من سوريا. وفي عنوان آخر كتبت الصحيفة: انخراط حزب الله يقرب أوباما من خيار التسليح. ونقرأ في الحياة أيضا: أردوغان مستعد لحوار مع المتظاهرين ويهدد من يحاول تشويه سمعته. نهاية هذه الجولة، تحية طيبة، وأترككم مع أبرز ما نشرته الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.